امبارح ودعنا الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر، وتمت مراسم دفنها في مقابر العائلة في هدوء تام زي ما أوصت الفنانة الراحلة. فنانة شيرين سيف النصر كانت واحدة من أهم نجمات التسعينيات وأوائل كمان الألفية الجديدة، وشاركت في أعمال كتير جدا مهمة ارتبط بيها الجمهور في الوقت ده جدا، زي مسلسل ومن الذي لا يحب فاطمة، أو اللي بالنسبة لنا احنا بنسميه بنقوله على طول مين ما يحبش فاطمة. أفلام كمان كتير زي سواء الهانم، نوم في العسل، أمير الظلام، أفلام كتير جدا وأعمال كتير جدا. خلينا نروح مع حضراتكم ونفتكر مع بعض المسيرة الفنية للراحلة شيرين سيف النصر ونرجع لحضراتكم. توفيت يوم أمس الفنانة شيرين سيف النصر، وأجريت مراسم دفنها في مقابر العائلة في هدوء كما أوصت الفنانة الراحلة. الفنانة شيرين سيف النصر ولدت في 27 نوفمبر 1967 في الأردن لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية. في عام 1991 تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس. عاشت لفترة في فرنسا، وهناك التقى بها الفنان يوسف فرانسيس وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. من أشهر أفلام الفنانة شيرين سيف النصر الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، وسفينة الحب، بالإضافة إلى النوم في العسل وأمير الظلام. ها، إيه رأيك؟ ولو كشكشة من جنب وكاستيتين من فوق ومن تحت يبقى كويس أوي. تفتكر؟ تعبيط يا باشا. أنت تجنن. أما أعمالها المسرحية التي شاركت فيها ووضعت فيها بصماتها، خد بالك من عيالك، ولعبة الحب والجنان، وبودي جارد مع الزعيم عادل إمام. من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها المتهم بريء، والعرض حلقي، ومن الذي لا يحب فاطمة. أنا عاوزة نصيبي في المصنع كاش ماني، من حقي أخد فلوسي اللي ورثتها عن ماما، ومش عايزة أبقى في بيني وبينك شركة. قدمت شيرين سيف النصر 31 عملاً فنياً، واستطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، وكانت البداية من خلال ألف ليلة وليلة، ولكن بدور صغير جداً. حققت شيرين سيف النصر شهرة واسعة حظيت بها بعد مشاركتها مع أحمد زكي في بطولة فيلم سواء الهانم في عام 1994. ده إيه الثقافة دي كلها؟ أنت مش قلت لماما إنك ما بتعرفش تقرأ؟ في صورة للأميرة ديانا هنا آخر لطافة، كنت عاوز أعلقها فوقي. إيك منها خواجية يعني؟ أنت ما تعلقش مش أنا أحلى؟ يا ريت، بس الست الكبيرة لو عرفت هتعلقني على باب الجنينة. وكان آخر ظهور لها عام 2007 من خلال مسلسل أصعب قرار، لتبتعد بعدها عن الأضواء. وبعدين مالكوا اتمردتوا قوي كده على عشتكوا القديمة ليه؟ ده الناس دول كانوا طيبين وحاطينكوا في عينيهم وفي قلوبهم كمان، إيه اللي حصل لكم؟ مالكوا؟ ما تتكلمي يا خالته. هقول إيه يا عيون خالته؟ طول عمري أنا وأبي علي بنشتكي من الحارة، ونسمة الوحيدة هي اللي شايفاها جنة. طبعًا جنة، بناسها الطيبين يا فلحة.